السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ في شرح الفصل السادس، والفصل السادس بعنوان الجدولة التفصيلية للإنتاج. بنبدأ بالنقطة الأولانية الخاصة بمفهوم الجدولة التفصيلية. بنقول إن الجدولة التفصيلية للإنتاج عبارة عن ترتيب لأولويات تنفيذ العمليات خلال فترة زمنية معينة. وجدولة الإنتاج أساساً بتشمل عملية تخطيط الإنتاج، تحديد أنواع المنتجات خلال فترات قصيرة، ممكن تكون أسابيع، ممكن تكون أيام، ممكن تكون عدة ساعات. أيضاً الجدولة بتتضمن إن المنظمة بتقوم بتخصيص الموارد المتاحة سواء كانت آلات أو معدات أو عمالة على الأوامر اللازمة لتشغيل هذه العمليات. في أمثلة كتيرة لعمليات الجدولة بالنسبة للإنتاج أو أداء الخدمات، على سبيل المثال زي تحميل أوامر الإنتاج على معدات معينة، زي في الخدمات تخصيص مجموعة من الممرضات لخدمة عدد معين من المرضى، أو تخصيص مجموعة سيارات أجرة لخدمة خطوط معينة. فدي أمثلة مختلفة بخصوص الجدولة. عملية جدولة الإنتاج بتتضمن ان انا بخصص الطاقة والموارد اللي تم تدبيرها طبقا لتقديرات مرحلة التخطيط الخاص بالانتاج، مرحلة التخطيط الاجمالية اللي هي بتبقى متوسطة الاجل. والجدولة اساسا بتعتبر اخر عمليات تخطيط الانتاج. تخطيط الانتاج بيبدأ بالتخطيط بالنسبة للمنظمة اللي هي التخطيط الاستراتيجي، وبينتهي بوضع هذه الخطة الاستراتيجية اللي بتحول الى خطط اعمال، وبتقوم كل إدارة في المنظمة بوضع خططها اللي من خلالها بقدر أحقق خطة الأعمال الاستراتيجية، وبتنساب عملية التخطيط عبر عدة مستويات إدارية لغاية ما أوصل للجدولة التفصيلية للإنتاج اللي بتعتبر جدولة قصيرة الأجل. يبقى بنبدأ بالتخطيط الاستراتيجي في أعلى مستوى التخطيط عند الإدارة العليا، ثم تخطيط الإنتاج، ثم وضع الجدول الرئيسي للإنتاج، ثم تخطيط الاحتياجات من المواد، وبننتهي بعملية الجدولة التفصيلية للإنتاج. بنحدد تتابع عملية التخطيط في مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولانية بتتمثل في تحديد رسالة المنظمة ومجال الصناعة أو الخدمة اللي بتعمل فيه. بعد كده بيتخذ القرار الاستراتيجي اللي بيحدد نوع المنتج اللي بيتم إنتاجه خلال السنوات القادمة. وبعدين بحدد الطلب السنوي بناء على التنبؤات طويلة الأجل اللي قامت بها المنظمة، وببتدي كمنظمة أحول هذه القرارات الاستراتيجية لخطط طاقة بتحدد المنتجات اللي بيجب إنتاجها سنويا وإجراء التعديلات الضرورية عشان أعمل نوع من التوافق ما بين الطلب والطاقة. بتبتدي بعد كده تجزأ خطة الإنتاج إلى جداول رئيسية عشان أحدد كمية الإنتاج من كل منتج أسبوعياً، وبخطط الاحتياجات من المواد بناء على ذلك. بعد كده بنجزأ خطة الإنتاج لجداول رئيسية للإنتاج عشان أقدر إن أنا أحدد الجداول التفصيلية اليومية، وبعد كده بشوف مواعيد التنفيذ وبخصص الآلات والمعدات والأفراد اللازمة لعملية التنفيذ. في شكل عندنا بيوضح ان في ارتباط كبير ما بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التكتيكي والتخطيط التشغيلي، يعني ارتباط ما بين الخطط الاستراتيجية والخطط التكتيكية والخطط التشغيلية. فلو بدأنا بالتخطيط الاستراتيجي اللي ممكن بيشمل تصميم منتج، تصميم مصنع، اختيار موقع المصنع، التنبؤات طويلة الأجل بالنسبة للطاقة، بالنسبة للطلب، وبعدين تخطيط الطاقة. كل هذه الخطط الاستراتيجية بتحول إلى خطط تكتيكية متوسطة الأجل. والخطط التكتيكية بتشمل التخطيط الكلي أو تخطيط الإنتاج، بتشمل الجدول الرئيسي، بتشمل تخطيط الاحتياجات من المواد. بحول الخطط التكتيكية دي لخطط تشغيلية في شكل الجدولة التفصيلية للإنتاج. يعني معنى كده إن الجدولة التفصيلية للإنتاج بتهدف لتحقيق الاستخدام اللي بيحقق لي الكفاءة والفعالية للطاقة الإنتاجية، وبضمن في نفس الوقت ان انا بحقق مستوى الخدمة اللي بيتناسب مع احتياجات ورغبات العملاء. بننتقل للنقطة الثانية وهي اهمية جدولة الانتاج. في نقطتين بيحددوا لي اهمية جدولة الانتاج.
النقطة الأولانية اللي هي عبارة عن إن عشان أحقق الكفاءة في الجدولة، فلو قدرت أحقق الكفاءة ده بيؤدي للاستخدام الأنسب للموارد المتاحة، بيؤدي أيضا لعدم وجود طاقة عاطلة، بيخفض لي التكاليف، بيزود الفعالية، وكل ده بينعكس على زيادة القدرة التنافسية للمنظمة. والأهمية التانية بالنسبة لجدولة الإنتاج إن أنا بحرك أوامر الإنتاج بالسرعة المناسبة، والسرعة دي بتضمن لي إن أنا أسلم الطلبيات في الوقت المحدد، وده بينعكس بالإيجاب على درجة رضا العملاء. بننتقل إلى النقطة ثالثا اللي هي بتتكلم وبتركز على المعلومات اللازمة لصنع قرارات الجدولة. عشان أصنع قرارات جدولة لابد من توافر كم من المعلومات. النوع الأول من المعلومات بيكون عن أهداف وسياسات المنظمة المرتبطة بالإنتاج والعمليات والتسويق، وأيضا محتاجين معلومات عن توقيت إنتاج كل مهمة ومواعيد التسليم للعملاء وللسوق. والنقطة الثالثة إن إحنا محتاجين معلومات عن حجم المبيعات المتوقعة، وأيضا معلومات عن كمية وخصائص المواد المطلوبة للإنتاج، بالإضافة لمعلومات عن حجم وخصائص الموارد المتاحة سواء كانت موارد بشرية أو مادية أو مالية، معلومات عن جداول الصيانة بالنسبة للآلات وجداول الصيانة بالنسبة للمعدات والأجهزة والمرافق، وأيضا وسائل النقل الداخلي والخارجي. دي كل المعلومات اللازمة لصنع قرارات الجدول. بننتقل للنقطة خامسا اللي هي بتتكلم على التحميل. بالنسبة للتحميل بيتم تخصيص الأوامر على مراكز العمل، سواء كانت مراكز العمل دي في شكل آلات، في شكل أجهزة، في المنظمات الخدمية، في شكل ممرضات، أقسام، مدرسين، محامين، بحيث إن أنا بحقق خفض بالنسبة للتكاليف وخفض في وقت التشغيل، وحقق أيضا رضاء العملاء. وبستخدم مجموعة من الوسائل في عملية التحميل زي خريطة التحميل أو طريقة التخصيص أو طريقة النقل أو غيرها من الطرق. فالجزء الخاص بخامسا ده فيه مثال عملي على موضوع التحميل. المثال بيقول تعمل إحدى الورش الإنتاجية 8 ساعات عمل في اليوم لمدة 5 أيام أسبوعيا، وفيما يلي الأوامر الواردة والمطلوب تنفيذها خلال الأسبوع المقبل اللي بيبدأ في 2010، والتمرين يديني مجموعة من الطلبيات. رقم الطلبية عبارة عن 8 طلبيات من 1 ل 8، ومديني 3 آلات، الآلة ألف والآلة ب والآلة ج، ومديني وقت تنفيذ الطلبية بالنسبة للآلة ألف والآلة ب والآلة ج بالنسبة للثمان طلبيات. وبيقول لي مطلوب إعداد جداول التحميل وتوزيع الطلبيات على الآلات، ثم إعداد جداول التشغيل بالنسبة للآلات اللي بنسميها خريطة التحميل. فطبعا عشان أعمل جداول التحميل فبحسب في البداية الوقت المتاح لعمل هذه الورشة الإنتاجية. الورشة الإنتاجية بتشتغل 8 ساعات في اليوم وبتشتغل 5 أيام في الأسبوع، يبقى وقت العمل المتاح في الأسبوع 5 في 8 عبارة عن 40 ساعة أسبوعيا عمل هذه الآلة. يعني معنى كده إن الآلات الثلاثة ما تقدرش تشتغل في الأسبوع أكتر من 40 ساعة. لو في آلة تحملت أكتر من 40 فلازم إن أنا ابتدي أعدل في التحميل عشان أحمل على طلبية أخرى أو على آلة أخرى، عشان كل آلة الحد الأقصى ليها بالنسبة للتحميل لا يجب أن يزيد عن 40 ساعة. فبنبتدي نسطر جدول التحميل. الجدول بيبقى أول خانة فيه عبارة عن الطلبية، بحط فيه الطلبيات الثمانية من 1 ل 8، وبعدين الخانة الثانية بقول فيه الآلة الأولى في التحميل، فبشوف الآلة الأولى في التحميل والوقت اللازم للتحميل. وبعدين الخانة اللي بعد كده الآلة الثانية في التحميل، بحط الآلة والوقت، ثم الآلة الثالثة في التحميل الآلة والوقت، وبشوف الآلة المختارة اللي أنا هحمل عليها الطلبية، وآخر خانة هو عبارة عن الوقت المحمل بالساعة. فلو مسكنا الطلبية الأولى اللي هي الطلبية رقم 1، فببتدي إن أنا أرتب الآلات الأولى في الكفاءة والتانية في الكفاءة والتالتة في الكفاءة على حسب الوقت اللي بتنتج فيه الآلة الطلبية. فالآلة الأولى في الكفاءة هي اللي بتاخد أقل وقت ممكن، التانية في الكفاءة اللي هي بتاخد الوقت المتوسط في عملية الإنتاج، والتالتة في الكفاءة اللي هي بتاخد أطول وقت ممكن. فبالصدفة جات الآلات مترتبة بالنسبة للطلبية الأولى، فالآلة ألف بتاخد في تنفيذ الطلبية الأولى 10 ساعات، والآلة ب بتاخد 12 ساعة، والآلة ج بتاخد 15 ساعة.
فعل الآلة ألف هي الآلة الأولى في الكفاءة، والآلة ب هي الثانية في الكفاءة، والآلة ج هي الثالثة في الكفاءة. طبعا هنا بالنسبة للطلبية المفروض إن أنا بختار الآلة اللي بتاخد أقل وقت ممكن بالنسبة لإنتاج الطلبية اللي هي الآلة ألف، والوقت بتاعها بالساعة المحمل هو عبارة عن 10 ساعات. يبقى كده خلصنا من الطلبية الأولى. نيجي الطلبية الثانية، أول حاجة بعملها إن أنا برتب الآلات حسب كفاءتها، فبتبقى الآلة ب هي الأولى في الكفاءة لأنها بتاخد أقل وقت ممكن في الإنتاج اللي هي 8 ساعات، يليها الآلة ج بتاخد 12 ساعة، يليها الآلة أ بتاخد 20 ساعة. يبقى هنا بالنسبة للطلبية التانية أختار الآلة ب، والآلة المختارة هتبقى ب، والوقت المحمل عليها هيبقى 8 ساعات. ننتقل للطلبية التالتة، هبتدي أرتب الآلات. الآلة ب بتاخد 20 ساعة، وج 22 ساعة، وأ 25 ساعة. فهنا برضو هختار الآلة ب. الآلة ب بالنسبة للطلبية الثالثة بتاخد 20 ساعة، وأنا كنت محملة على الآلة ب الطلبية الثانية في 8 ساعات. يبقى إجمالي الوقت المحمل على الآلة ب 20 زائد 8 هيساوي 28 ساعة. نيجي للطلبية الرابعة، أبتدي أرتبها. هتبقى الآلة ب بتاخد 15، والجيم 18، وألف 20. فهنا لو جيت اخترت الآلة ب برضو لأنها الأولى في الكفاءة، أنا كنت محملها ب 28 ساعة، لو حملت عليها 15 ساعة في الطلبية الرابعة هيبقى إجمالي التحميل على الآلة 43 ساعة. يبقى هنا تعدت الحد الأقصى اللي هو 40 ساعة، فكده مقدرش أحمل الطلبية 4 على الآلة ب. هرفض الآلة ب لأنها لو حملتها هتاخد أكتر من 40 ساعة، وابتدي أشوف الآلة اللي بعديها في الترتيب التانية في الكفاءة اللي هي جيم. يبقى هحمل الطلبية 4 على آلة ج بدلا من ب وهتاخد 18 ساعة. نيجي للطلبية 5، هنبتدي نرتب الآلات. أ 12 وب 15 وج 20، فهحمل الطلبية 5 على آلة أ هتاخد 12، وأنا سبق حملت الطلبية الأولانية على الآلة أ ب 10، يبقى هجمع 12 زائد 10، يبقى إجمالي التحميل على الآلة أ وصلت إلى 22 ساعة. ننزل للطلبية رقم 6، أبتدي أرتب. ب ب 15 وألف ب 20 وجيم ب 22، فلو جيت أحمل على الطلبية رقم 6، هي كانت الطلبية رقم 6 في ب، ب كنا محملينها ب 20، وبعدين أجي أحمل عليها 22، فهيبقى الإجمالي 42. وما اجي احمل عليها برضو 15 بالنسبة للآلة ب، وهي كانت متحملة قبل كده ب 28، فهتوصل ل 43. يعني معنى كده ان انا هرفض الطلبية ب لان التحميل هيبقى اكتر من 40، بقى 43. ولو خدت الطلبية التانية اللي هي الف اللي هي التانية في الكفاءة وحملتها على الطلبية 6 ب 20 وهي سبق ومتحملة ب 22، فبرضه زادت عن 40 بقت 42. يبقى في هذه الحالة بالنسبة للطلبية 6 رفضت الآلة ب ورفضت الآلة ألف، يبقى قدامي الآلة ج اللي هي ب 22 ساعة، والآلة ج سبق وأنا محملاها ب 8، يبقى معنى كده إنها تتحمل، هتوصل تحملها 8 زائد 22 وصلت ل 30. بعد كده عندي الطلبية 7، أبتدي أرتب الآلات. ألف ب 28 وجيم ب 22 وبه ب 20، أبتدي أشوف الطلبية 7. الطلبية 7 لو خدت الآلة ألف هي سبق وكانت متحملة قبل كده وصلت ل 40 ساعة، اللي هي الطلبية ج كانت 22 زائد 18 اللي أنا خدتها، فكانت وصل لأقصى عدد ساعات تحميل. فلو جيت أحملها تاني طبعا من الصعوبة من مكان إن أنا أزود عن الحد الأقصى للتحميل، فهنا برفض الطلبية ج وآخد الطلبية ب بالنسبة ل باخد الآلة ب بالنسبة للطلبية 8. الآلة ب ب 10 ساعات، وكانت سبق ان انا محملاها ب 28 ساعة، يبقى هنا الآلة ب وصلت في الطلبية رقم 8 ل 38 ساعة. فده بنسميه جدول التحميل. طبعا بالنسبة لتحميل كل طلبية بيتم زي ما قلت لكم ترتيب الآلات حسب كفاءتها في انجاز الطلبية في اقل وقت ممكن،
وبيتم تحميل الطلبية على الآلة الأكفأ بحيث لا يزيد التحميل عن الوقت المتاح اللي هو 40 ساعة. لو زاد بيتم تحميل الطلبية على الآلة التالية لها في الكفاءة. ده بالنسبة لجدول التحميل. المطلوب الثاني في التمرين عايزين جدول توزيع الطلبيات. توزيع الطلبيات بالنسبة للآلات، هم عندي 8 طلبيات وعندي 3 آلات، عايز أقول لهم الآلة الأولانية اتحملت بكام طلبية، والآلة الثانية بكام طلبية، والآلة الثالثة بكام طلبية، وإجمالي الساعات المحملة بالنسبة للآلة. فبنبدأ بالآلة ألف. الآلة ألف حملتها بالطلبية 1 و5 و7، والوقت الخاص بالثلاث طلبيات 10 و12 و8. بقى إجمالي الساعات المحملة على الآلة ألف عبارة عن 30 ساعة. الآلة ب حملتها بالطلبية 2 و3 و8، والوقت بتاعها 28 و10، بقت 38 ساعة. والطلبية ج حملتها، الآلة ج حملتها بطلبيتين 4 و6، ووقتهم 18 و22، بقى إجمالي الساعات المحملة على الآلة ج عبارة عن 40 ساعة. فهنا وضحنا عدد الساعات المحملة بالنسبة لكل آلة من الآلات الثلاثة، والطلبيات اللي تم تحميلها على هذه الآلات. وطبعا إجمالي الطلبيات اللي تم تحميلها على الآلات الثلاثة هم 8 طلبيات اللي موجودين أساسا في التمرين. فده بنسميه جدول توزيع الطلبيات. آخر جزئية مطلوبة في التمرين اللي هو جدول تشغيل الطلبية، أو بنسميها خريطة التحميل. هو التمرين في البداية بيقول لنا إن الورشة دي اشتغلت 5 أيام، وكل يوم بتشتغل 8 ساعات، وابتدت عملية التشغيل من يوم 20/10. يعني بتشتغل في الأسبوع 5 أيام، يبقى تشتغل 20/10 و21/10 و22/10 و23/10 و24/10. اشتغلت 5 أيام. طيب بنمسك الآلة ألف. الآلة ألف اشتغلت 30 ساعة. طيب وبتشتغل في اليوم الواحد 8 ساعات، يبقى 30 ساعة دول هتخلصهم في أنهي يوم؟ يبقى 8 ساعات في اليوم الأول، 8 ساعات في اليوم الثاني، و8 ساعات في اليوم الثالث، اللي هو وصلنا ل 24. يتفضل 6 من 30 هتشتغلهم في اليوم الرابع. يبقى معنى كده إن الآلة ألف هتخلص عملها في اليوم الرابع. نفس الكلام بالنسبة للآلة ب، اشتغلت 38 ساعة، وفي كل يوم بتشتغل 8 ساعات، يبقى ال 38 ساعة تخلصهم في كام يوم؟ طبعا بتخلص الأربع أيام، 4 في 8 ب 32، يتفضل 6 ساعات هتخلصهم في اليوم الخامس. يبقى الآلة ب هتخلص عملها في اليوم الخامس. الآلة ج بقى اشتغلت كل الوقت اللي هو 40 ساعة في 8 في 45، يبقى الآلة ج اشتغلت 40 ساعة، واليوم بتشتغل 8 ساعات، يبقى أيضا خلصت عملها في اليوم الخامس. وبكده انتهى تمرين التحميل. النوع الثاني من التمارين بعنوان تتابع تنفيذ أوامر الإنتاج. وهنا بنستخدم قاعدة وقت التنفيذ الأقل في تحديد التتابع، وده بيؤدي لتخفيض متوسط وقت التنفيذ ومتوسط وقت الانتظار. ناخد مثال، بيقولك استخدم البيانات التالية لتحديد أفضل تتابع مع حساب متوسط وقت الانتهاء ومتوسط زمن التأخير ومتوسط وقت الانتظار بتطبيق قاعدة الأوامر اللي بيلزمها وقت قصير يتم تنفيذها أولا. فآجي عندي أوامر الإنتاج، عندي 5 أوامر. الأمر الأولاني اسمه المنتج 511، ف511 دي مسمى المنتج. المنتج الثاني اسمه 510، هو مسمى المنتج 510. والمنتج الثالث باسمه 513، والمنتج الرابع 512، والمنتج الخامس 505. ومديني وقت الإنتاج باليوم 10 و15 و22 و8 و11، ومديني أيضا وقت التسليم باليوم 15 و13 و18 و22 و30. فعشان نحل هذا التمرين، هو بيقولك استخدم البيانات التالية لتحديد أفضل تتابع مع حساب متوسط وقت الانتهاء ومتوسط زمن التأخير ومتوسط وقت الانتظار بتطبيق قاعدة الأوامر اللي بيلزمها وقت قصير يتم تنفيذها أولا. تعال نشوف قاعدة دي هنطبقها ازاي. فاما بنبدأ الحل بنرتب الأوامر تصاعديا حسب الأوامر اللي بتتطلب وقت إنتاج أقل من خلال الجدول اللي موجود قدامنا. فأول خانة في الجدول اللي هو المنتجات وأرقامها، الخانة التانية وقت الإنتاج باليوم بس برتبه تصاعديا من الأصغر للأكبر، وبالتالي برتب المنتجات الموجودة عندي حسب الوقت الخاص بكل منتج. يعني المنتج اللي هو خد 8 ساعات اللي هو أصغر وقت ممكن اللي هو المنتج 512، بعد كده المنتج اللي خد 10 ساعات هو 511، المنتج اللي خد 11 ساعة هو 505،
اللي خد 15,510، ثم المنتج اللي خد 22 ساعة هو المنتج 513. وبعدين عندي خانة للمجموع، بعد كده عندي الخانة اللي بعد كده الثالثة وقت الانتهاء متجمع، ببتدي أجمع وقت الانتاج. المنتج الأولاني خد 8 أيام، عشان أنتج المنتج الثاني لازم أستنى. المنتج الأولاني بياخد 8 أيام والمنتج الثاني بياخد 10، يبقى بنهي المنتج الثاني عند اليوم ال 18، وبعد كده المنتج الثالث بياخد 11. أنا كنت واقفة عند 18 زائد 11، يبقى المنتج الثالث هنهيه عند 29 يوم. المنتج الرابع هياخد 15 يوم، وأنا كنت واقفة عند 29، يبقى 29 و15 هوصل ل 44 يوم. وآخر منتج بياخد 22 يوم، وأنا كنت واقفة عند 44 يوم زائد 22 فياخد 66 يوم، وأروح مجمعة وقت الانتهاء المتجمع يطلع المجموع 165. تاريخ التسليم اللي هي الخانة الرابعة ده موجود عندنا في التمرين، فبكتب قدام كل منتج حسب مسمى المنتج التاريخ التسليم الخاص بيه. وبعدين عندي خانة لزمن التأخير. زمن التأخير بيكون من جانب الشركة وليس من جانب العميل، يعني الشركة ما بتتأخر في عملية الإنتاج بحسب لها زمن التأخير، لكن لو العميل اتأخر ما هي الشركة أنتجت المنتج وحطاه في المخازن منتظر العميل، فوقت العميل ما يجي هيلاقي المنتج جاهز. فتعالوا كده نحسب زمن التأخير. المنتج الأولاني الشركة هتخلصه بعد 8 أيام والعميل هيجي لها بعد 22 يوم، فالشركة ما عندهاش أدنى تأخير، هي هتخلصه بعد 8 أيام تحطه في المخزن، أو العميل ما يجي بعد 22 يوم هيجي أخد المنتج، فما عنديش زمن تأخير بالنسبة للمنتج الأولاني. المنتج الثاني الشركة هتنتجه بعد 18 يوم لكن العميل هيجي لها بعد 15، يبقى هنا في فرق 3 ايام تاخير من جانب الشركه بالنسبه للمنتج، يبقى المنتج الثاني عنده تاخير 3 ايام. المنتج الثالث الشركه هتخلصه بعد 29 يوم والعميل هيجي لها بعد 30 يوم، يعني هتكون خلصته، يبقى هنا ما فيش زمن تاخير. المنتج الرابع الشركه هتخلصه بعد 44 يوم لكن العميل هيجي لها بعد 13 يوم، فهنا في تاخير قدره 31 يوم. المنتج الخامس الشركة هتخلصه بعد 66 يوم والعميل هيجي لها بعد 18، يبقى هنا في تأخير قدره 48 يوم. بنجمع زمن التأخير يطلع المجموع 82 يوم. آخر خانة اللي هي وقت الانتظار للأمر السابق، كل أمر إنتاج استنى اللي قبله قد إيه. فطبعا المنتج الأولاني لم ينتظر أحد، هو اللي بدأ، فما فيش وقت انتظار للأمر السابق. المنتج الثاني استنى الأمر الأولاني، استنى 8 أيام، فهنا وقت الانتظار الأمر السابق بالنسبة للمنتج الثاني هو عبارة عن 8 أيام. المنتج الثالث استنى الأول والثاني، استنى 8 وال10 فبقى منتظر 18. المنتج الرابع استنى الثلاثة اللي قبليه 8 و10 و11 فانتظر 29. أما المنتج الأخير اللي هو المنتج الخامس انتظر الأربعة اللي قبليه 8 و10 و11 و15، يعني انتظر 44 يوم. بنجمع وقت الانتظار للأمر السابق يطلع المجموع 99. نشوف المطلوب في التمرين. أول حاجة حساب متوسط وقت الانتهاء اللي هو عبارة عن مجموع وقت الانتهاء المتجمع على عدد أوامر الإنتاج، 165 على 5 تطلع 33 يوم. المطلوب الثاني حساب متوسط زمن التأخير، إجمالي زمن التأخير على عدد أوامر الإنتاج، إجمالي زمن التأخير مجمعينه 82 وعدد أوامر الإنتاج 5، يطلع متوسط زمن التأخير 16.4 يوم. المطلوب الأخير متوسط زمن الانتظار اللي هو عبارة عن إجمالي وقت الانتظار للأمر السابق على عدد أوامر الإنتاج اللي هو عبارة عن 99 على 5، يطلع متوسط وقت الانتظار 19.8 يوم. وبكده ينتهي حل تمرين التتابع. النوع الثالث من التمارين عن الجدولة في إنتاج الدفع المتكررة. طبعا بصفة عامة في الدفعة المتكررة سواء كنا بصدد إنتاج دفعة أو شغلة بيتم ترتيب الآلات في هذه المصانع الخاصة بالإنتاج المتقطع في أقسام إنتاجية، كل قسم بيشمل الآلات المتشابهة في العملية، لكن بتبقى في بعض الصعوبات في عملية التحميل لأن كل طلبية بتحتاج لعمليات مختلفة وليها وقت تسليم مختلف، والمشكلة هنا بتصبح كيف تضع المنظمة أولويات لعملية التحميل. فتعالوا كده نشوف تمرين خاص بالجدولة في حالة إنتاج الدفعة المتكررة. المثال بيقول تبلغ الاحتياجات السنوية من أحد الأجزاء 2500 وحدة،
تكلفة الإعداد للآلة تبلغ 100 جنيه، تكلفة تخزين الوحدة 2 جنيه، معدل الإنتاج اليومي 100 وحدة، ومعدل الاستهلاك أو السحب اليومي 36 وحدة. المطلوب ما هو حجم الدفعة الاقتصادية أو الدفعة الإنتاجية؟ المطلوب الثاني ما هي الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج الدفعة؟ المطلوب الثالث ما هي الفترة الزمنية اللازمة لاستهلاك الدفعة؟ وآخر مطلوب عدد مرات الإعداد اللي هو العدد الأمثل للدفعة. طبعا عشان أحل هذا التمرين ممكن بستخدم قانون فيه مجموعة من الرموز، فأنا بطلع كل بيانات التمرين وأحطها في شكل رموز. أول بيان موجود عندي اللي هي الاحتياجات السنوية، دي برمز لها برمز طه اللي هي عبارة عن 2500 وحدة. تكلفة الإعداد برمز لها برمز ألف اللي هي 100 جنيه. تكلفة تخزين الوحدة برمز لها برمز زين اللي هي عبارة عن 2 جنيه. معدل الإنتاج اليومي برمز له برمز جيم اللي هو عبارة عن 100 وحدة. ومعدل الاستهلاك اليومي اللي هو عبارة عن سين، ده عبارة عن 36 وحدة. بنبتدي حل التمرين بأول خطوة اللي هي حساب حجم الدفعة الإنتاجية اللي احنا بنسميها كاف، ودي بتتحسب من خلال الجذر التربيعي شرطة كسر في البسط 2 طه ألف في المقام زين في 1 ناقص سين على جيم. بنعوض فيها من خلال بيانات التمرين الجذر التربيعي لأول رقم 2، ده رقم ثابت في القانون، طه اللي هي الاحتياجات السنوية اللي هي عبارة عن 2500 وحدة مضروبة في ألف اللي هي عبارة عن 100 وحدة مقسومة على زين اللي هي 2 ومضروبة في 1، ده رقم ثابت، ناقص سين اللي هي 36 على جيم اللي هو 100. ده بالنسبة لحجم الدفعة الإنتاجية اللي هتطلع كاف، هتساوي 625 وحدة. 625 وحدة دي عبارة عن حجم الدفعة الإنتاجية اللي هي كاف. المطلوب الثاني الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج الدفعة. إحنا قلنا الدفعة 625، طيب معدل الإنتاج اليومي بننتج في اليوم 100 وحدة، يبقى الفترة الزمنية اللازمة للإنتاج 625 على 100 هتطلع 6 أيام و25%. المطلوب الثالث الفترة الزمنية اللازمة لاستهلاك الدفعة، حجم الدفعة الإنتاجية على معدل الاستهلاك اليومي. حجم الدفعة الإنتاجية اللي إحنا طلعناها 625 والاستهلاك اليومي 36، فهيطلع الفترة الزمنية اللازمة لاستهلاك الدفعة عبارة عن 17.36 يوم. آخر مطلوب في التمرين العدد الأمثل من الدفع، يعني احتياجات السنوية دي هقدر أنتجها في كام دفعة، وكل دفعة ليها مرة إعداد، فالعدد الأمثل من الدفع هو بيساوي عدد مرات الإعداد. فأنا احتياجات السنوية اللي هي طه 2500 وحدة، وحجم الدفع الإنتاجية 625، لما بقسم 2500 على 625 يطلع لي العدد الأمثل من الدفع 4 دفع، وكل دفعة ليها مرة إعداد واحدة، يعني محتاجة 4 مرات إعداد بالنسبة لهذه الطلبية. بكده بينتهي تمرين حجم الدفعة الإنتاجية. آخر نقطة عندنا في الفصل اللي هي جدول تقديم الخدمة. طبعا تقديم الخدمة بيتسم بمجموعة من الخصائص بتجعل إن في صعوبة في عملية الجدولة بالنسبة للخدمات. الخصائص دي بتتمثل في إيه؟ أول خاصية إن الخدمات غير قابلة للتخزين، يعني المقاعد اللي ما بتكونش مشغولة في رحلة الطيران في يوم سابق ما بتبقاش متاحة في اليوم التالي. الحجرات غير المشغولة في الفندق بالأمس ما أقدرش إن أنا أستخدمها اليوم. الخاصية التانية إن في مجال الخدمات نظم الحجز بصفة عامة بتعتمد على تحديد ميعاد مسبق كوسيلة إن أنا أقدر أحقق من خلاله التوازن بين تدفق العملاء وطاقة الخدمة. أيضا نظم جدول تقديم الخدمات بتعتمد على رقابة توصيل وصول العملاء عشان أقدر أقلل زمن الانتظار وحقق نسبة استغلال عالية للإمكانيات. خاصية رابعة في صعوبة في التنبؤ بحجم طالبي الخدمة بالنسبة للفترة الزمنية القادمة. في تعدد للأهداف، في تعارض في بعض الأحيان. لو العميل عايز ياخد خدمة ذات جودة عالية في أسرع وقت ممكن، فهنا بيحصل نوع من التعارض ما بين الجودة العالية والسرعة. بصفة عامة بنلاقي نوعين من منظمات الخدمات، في نظم تقديم خدمة نمطية بالنسبة لكل العملاء زي خدمات البريد، شركات الطيران، النقل العام. في نظم تقديم خدمات بتتوافق مع احتياجات كل عميل زي المستشفى، زي غرف العمليات، زي التعليم. وفي شكل عندنا كده بيوضح لنا ايه هي العوامل اللي بتؤثر في وقت انتاج وتقديم الخدمة. الشكل ده بيقول لنا
إن في مجموعة من العوامل بتؤثر على وقت إنتاج وتقديم الخدمة، منها مدى تعدد النماذج المستخدمة، مدى بساطة النماذج المستخدمة، مدى وعي طالب الخدمة وإيجابية تفاعله مع نظام الخدمة، مدى توافق عدد منافس تقديم الخدمة مع عدد العملاء، مدى فعالية التجهيزات الآلية اللازمة، مدى توافر التجهيزات الآلية اللازمة. وطبعا في فرق ما بين الفعالية وما بين التوافر. الفعالية يعني بتعمل بالكفاءة جيدة، بتشتغل كويس، والتوافر ممكن يكون الجهاز متوافر لكن مش فعال، يعني ما بيشتغلش. فلازم يوفر العنصرين أو النوعين من العوامل اللي هي فعالية التجهيزات الآلية وتوافر التجهيزات الآلية، بالإضافة لمهارة مقدم الخدمة سواء من الناحية الفنية أو الناحية التعاملية. فدي مجموعة العوامل المؤثرة في تقديم الخدمة، وده بتعتبر آخر نقطة موجودة عندنا في الفصل. شكرا لحضرتك.